اللي عايشة هون 4 سنين أنا وأمي وأخواتي. أبوي إجا لهون واشترى لنا هاي الأرض بتشوفوها وراي، وأبوي قال لنا بنكمل حياة جديدة هون. اشترى هاي الأرض لأن كان فيها خابور وكنا بنسقيها تصير خضرة وما أحلاها. شوف اللي أنا بحوض الخابور، أولي كان كتير عميق وكنا بنلعب أنا وأخوي نزت حجر، وكان كنا متحمسين كتير تنشوف صوت الحجر. كان أول كتير حلو، كنا هون نلعب وكنا نزت حجر وكنا نصيد سمك، بس هلأ صار محل نفايات وريحته بتغرف والريحة صار فيه أمراض.